احنا معانا اول ظهور لقرايب الزوجه اللي ضربت، المفروض ان هي ضربت حماتها في البيت، وشفنا طبعا الكواليس ان هي ضربتها بخشبه و طيب ثانيه واحده هجيب كرسي قدام حضرتك، كانت عايزه تنتهي حضرتك عمتها. قولي لي بقى يعني ايه رد فعلك للموقف ده، وتتوقعي ان ده كان يحصل منها ولا لا؟ ايه يعني احكي لي يا بنتي. ما يرضاش مسلم ولا يهود ولا يرضى حد خالص ان واحده ست كبيره زي دي تنضرب وتشد شعرها وتنكتف كده وتنضرب بلوح الخشب وبالشبشب، وغير كده مع الالفاظ كمان، يا ريتها بتضرب وبس. لا يا بنتي يا بنتي يا اعمل واسوي، الالفاظ مش الصوت، ما جابوش الالفاظ، جايبين الضرب بس. ده ما يرضيش حد ولا يرضى حد خالص. يعني لو بنتي هتبرى منها، اقسم بالله هتبرى منها، والله هتبرى منها خالص. لو بنتي دي فضيحه، دي عار بالنسبه لنا في الدنيا كلها، الناس كلها فضحت. يا ابني الناس عماله تجاملني تقول لي بنت اخوكي، اخر حاجه برد عليهم اقول لهم ده مش اخ، احنا اخوات للاسف في شهاده الميلاد بس، لكن ده مش اخ لا ليا ولا لابراهيم. احنا بقالنا 14 سنه متبريين منه، من اللي شفناه واللي انعمل فيه. يعني انا مذهوله، وانا حضرتك مفروض عمتها يعني مذهوله ان هي حضرتك بتقولي عليها كده، وده كان طبيعي. انا بس هتابع مع عمها. ما يستحقوش كلمه حلوه تنحج في حقهم، تنجل في حقهم. هو دول مش يستحقوا مع عمها بس، ورجع حلو يتجل في حقهم. ربها تربيه صح، ما كانتش عملت كده، لان الست اللي عملت معاها الشيء ده اهو ما تستحقش كده، هي ما تستاهلهاش انها تكون حماتها. هي الست اللي انضربت ديت خساره انها تكون حمات البت دي. دي كانت عايزه واحده لا مؤاخذه، مع احترامي في التعبير، واحده بتلم بلاستيك، واحده بتبيع ليمون على محط سكه الحديد، عايزه شرموطه، اما عايزه ست محترمه زي تكون حماتها، صعب جدا. دي كتير عليها، كتير عليها والله، لان الانسان اللي هو عديم التربية، عديم المبادئ، عديم القيم، عديم الأخلاق، الصفات الحلوة كلها ما يستحقش كده، ما يستحقش. يعني هل يعني ربنا قال يعني جزاء الإحسان إيه؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ حضرتك قلت إن الواقعة دي بمثابة عار في عيلتكم، دي تعتبريها نقطة سيئة في حياتنا، زي الطالب اللي شال مادة. شايف الطالب الجامعي اللي شال ماده زي فقه زي قران، خسرها من سنته كلها. احنا بقى الماده اللي شلناها في حياتنا، هو الواد شلنا ماده مدى الحياه، الماده اللي شلناها في حياتنا خسرنا حياتنا قدام الناس كلها بسبب مؤاخذه الكلب ده. اه والله معلش سامحيني في اللفظ، على سبيل الناس هتسمع الكلام ده هنعمل ايه، بقول لك اتلفظ الفاظ مش كويسه، افتكري التليفون ده فسامحيني. ولو عنده كرامه، ولو عنده كرامه، ولو عنده احترام، انا راجل عندي 70 سنه يحترمني، يوم ما ضربنا ان جوزي جل يحترم ولادي، يحترم عماه. لا قدر الله لو البنت دي بنتك كان رد فعلك كان رد فعلي ميه نار اولع فيها واموتها واخد 25 سنه اشرف ليا، دي عار، اشرف ليا، دي عار لعيلتي ابو جدي ده، والله العظيم، والله اقسم بالله، دي عار لعيلتي، يا اما تبيعها بسكينه. قلت لي ان البنت واخد خمسه، اسلم نفسي للنائب العام. احنا في بلد قانون، وقانون هياخد. بقول لك اسلم نفسي للنائب العام، اخد 25 سنه. حضرتك مع ان البنت يعني هو تم تحرير محضر بالواقعه، ودلوقتي الموضوع في ايد العداله. حضرتك شايف ان يتم التصالح عشان خاطر ان في بنت بينكم، لا البنت مش هتموت، ان البنت لازم تاخد، لا مش هتموت، لا مش هتموت البنت ده، حتى يعني مع احترامي للناس صحاب البنت دول اهلها، لو اتنفخوا منها وهي اتنفت منها هتتربى، هتتربى. احنا ماسكين جمعيات خيريه والحمد لله، وبنفعل خير كتير، وربنا يجونا على اللي بنعمله. البنت هتتربى، مش عقبه، مش در، مش دلع عن حبل الوصال اللي بيننا وبين بعض. قلت لي ان البنت تطولت عليك قبل كده وحاولت ان هي تتربك. لا طولت على عمتها، مش قلت لي ان بالفاس تقريبا كان هو اللي حاول ولادها، ولادها امام الناس والكلام. طيب كلها دلوقتي بيقال او حاولوا ان هم يقولوا ان البنت مسحوره، معمول لها عمل، كل كلام كله دجل، ده دي كله دجل، دي شغلتهم العمليه، دي شغلتهم هم، دي شغلتهم. صدقي بالله، لا لا الا الله، والله كنا رايحين انا واهل بيتي ونسوان ولادي الاثنين رايحين فرح، رجعنا لقينا المسامير مربوطه وملفوف عليها خيط، مكتوب عليها ورق، ومرميه لنا في البلكونات، مرميه لنا في المدخل. بهدلوه، بهدلوا ضرب رهيب.
وكان ايه؟ خدنا الورق ده ورحنا للناس المحترمين بيعالجوا بالقران. اكتر اتنين قال ده يا عم ابراهيم عمل معمول بالفصل اهو عشان يفصل زوجه من جو ايه من زوجها اهو راح بالأرض. رغم ان انا كان عندي زوجه من الازواج ولاد ابني كانت دايما في عيشه نكت مع بعضهم بس الحمد لله عايشنا في شايفه اللي مش امن في بيته اني يعني بسجد لله شكر وطالع بقاله ثلاث اربع ايام من بيت العيله وبعته واديته حقه مضاعف خرجتوه من البيت بسبب مش المشاكل لا مش طردناه عشان ما نبقاش سيئين قدام الناس ده بيت ورثه انباع ب 2 مليون ونص وعطيته حقه مضاعف يعني المفروض اديله ايه زي ما الدين بيقول للذكر مثل حظ الانثيين اديته مضاعف اديته كومين اتنين واتغاضيت عن كل اي حاجه امام الجلسه وبرضه موزع بعين منين؟ ناس من الفتوى دكتور محمد رجب راجل محترم امام مسجد النصر وناس كتير افاضل قاعده هو ما استحقش ده وهم حكموا وقالوا خلاص قلت خلاص ما فيش اي مشاكل تيجي تعمل لنا سمعه مش كويسه معنا سايبك مش يا اخي عمتها يا ست الكل ده المثل بيقول انت طولت عليك يا كده يعني عشان المعروف كانت فارق المعروف اللي قال كده ضربوه وانا عامل بيه ضرب ازاي؟ يعني انا ملاحظه ان عمتها بتقول لي ضرب كده ملاك مرغباته كده خد الغير في رمضان في رمضان ضربتك في رمضان وحلف 100 يمين ان احنا اللي دخلنا عليه ضربناه في الشقه دي رايك ان يتم الحبس لنا السكينه واحنا عند رئيس المباحث يحلف ويقول لك اقسم بالله رايك ان الزوجه تتحبس ولا يتم التصالح من اجل الطفله تصالح مين يا تصالح لحضرتك حضرتك والدك الست اللي تم الاعتداء عليها ده كان الطالبات كلها بتطلع على كل اللي معلق بيغلط فيها يبقى انا اللي اقول التصالح عارفه النهارده انا متابع المشاهده لحد النهارده كم مليون لا 5 مليون تعاطفت جدا وانسانيتنا ما تسمحش ان احنا نشوف فيديو زي ده لا احنا بقى 5 مليون 800 من امبارح لحد النهارده ليه ده يا حاج لو سمحت ايوه ما فيش انا بقول 20 سنه ايوه ماشي احنا نشوف ربك كده اتجوزت بنتين وولد بالجهاز الثاني ولسه بتخبز لحد الان بالجهاز على اخر الجنزير وماشيه معاك الرداء ما يرضي ازاي محترمه بقيت انا اجي على بنت اقول لها يا بنت مالك بركه بقى هاتي لها لو تطلبها هاتي لي هات لها يا حنان هات لها بيت هات لها هاله وهات لها لما هي عايزاها لما انت شفت بنتك بتتهان بالطريقه دي وبتنضرب بالشكل ده لا ده لا بدي انت ما تمشي السكينه لام انا وشعبة ويطلع لهم في الدور الثاني يضرب ده ابو البنت ابوها يضرب اختي المعوقه فامي قاعده مريضه قلب مش نافع لها عمليه عشان السن اخر مره يمسك لهم السكينه امي فقدت النضج خالص شيلنا وطلعنا على الدكتور الدكتور قال لك على عنايه اجت ميتها وميتها مخصماها قبل ما تموت وهي مخصماها بقالها اربع سنين ولا خمس هي اخت المعوقه دي لما كسر صباعها كده تخيلي ما واحد يمسك بيها كتير وكده ويركبوا لها سلوك وتفتح هنا كده ويرجع يكسر وركها ركبوا لها شرايح ومسامير ده مش بني ادم بقول لك حرام اللي يقول على كل مسلم كافر ده كافر يهودي زعلان عشانك استغفر الله العظيم يا رب انت جاي تاخديها ابتغاء مرضات الله عايزه تقربي المسافات مش بني ادم وتصلحيها وبعد ما صلحتيها مش اني عرفت بعد ما صلحتيها يجي يطلب من الجماعه 3000 ونص اخس لا ده من زي ما حضراتكم تابعتم معانا ده كان اول رد فعل من اول كان رد فعل من الاسره اللي هي شهد على اخلاق البنت.